ثلاث امور هتحصل لك لو انت شفت نفسك بتسافر في المنام او شفت السفر بشكل عام في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم متابعينا ومتابعات قناة تفسير الاحلام مع عبد الله السيد؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهارده باذن الله انا هكلمكم على ثلاث امور هيحصلوا لك لو انت شفت نفسك بتسافر او شفت السفر في المنام. بس قبل ما ابدا في ذكر الامور والتفاصيل اتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه، ويلا بينا يا حبيب قلبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والتفسير. اول امر هيحصل لك لو انت رايت نفسك بتسافر او رايت السفر في المنام هو ان هيحصل لك علو في الوظيفه او علو في المكانه او علو في المقام. يعني اللي يشوف المنام ده يعرف ان هو حياته هتعلى، سواء بقى بوظيفة جديدة هو هيدخلها او بعمل جديد ربنا يمن عليه بيه او بشيء معين هيخلي حياته تعلى، هيخلي وظيفته تعلى، هيخلي مرتبته تعلى، هيخلي المدخول اللي دخله يعني الفلوس اللي جياله اعلى. وده لو انت شفت نفسك بتسافر والسفر ده كان في طيارة، يعني انت شفت نفسك راكب طيارة ومسافر، او شفت نفسك سافر بلد والبلد دي انت كنت عارفها وكانت بلد متقدمة، او شفت نفسك مسافر والسفر كان مريح وكان في فرح او في سعاده. بس في رمزين زي ما قلت لك مهمين قوي، هو لو انت شفت نفسك راكب طياره ومسافر او شفت نفسك مسافر لدوله متقدمه فزي ما قلت لك ده معناه علو في المكانه او علو في الشأن او في حاجه زياده او في مدخول زياده هيجي لك فيخلي مرتبه حياتك هتبقى احسن. فاللي يشوف المنام ده يتبشر ان حياته اللي جايه هتبقى احسن بكتير من حياته اللي فاتت. اما تاني امر هيحصل لك لو انت رايت السفر في المنام او شفت نفسك بتسافر في المنام هو هموم ومشاكل هتمر بيها في القريب. يعني اللي يشوف المنام ده يعرف ان هو هيواجه هموم ومشاكل في الوقت القريب. وده لو انت شفت نفسك مسافر وفي الواقع البلد اللي انت مسافرها اقل من دولتك الحقيقيه. يعني مثلا لو انت مثلا شايف نفسك مسافر لدوله قليله ناميه مدخول فيها مش عالي وانت سافرتها ورغم ان انت عايش في دوله كويسه احسن من الدوله دي، يعني فزي ما قلت لك الكلمه ده معناه بعض هموم ومشاكل هتواجهها او ازمه ماليه. كذلك لو انت رايت نفسك تسافر لكن كان السفر فيه مشقه، يعني شفت نفسك مسافر بس بقى على جمل او اي وسيله من الوسائل القديمه، لان احنا عايشين في الحديث فلما تستخدم الوسائل القديمه ده هموم ومشاكل ايضا. اما ثالث امر هيحصل لك لو انت رايت السفر او شفت نفسك بتسافر في المنام هو ان انت هتخش مرحله جديده تغير حياتك بالكامل، يعني كان كده حياتك اللي فاتت قوم وحياتك اللي جايه قوم تاني طبعا للافضل. فلو شفت المنام ده اعرف ان حياتك هتنتقل من مرحله لمرحله، وده لو انت شفت نفسك جوه الدوله، يعني ما شفتش نفسك مسافر، لا انت جوه الدوله. لو انت شفت نفسك مسافر لجوه الدوله فده زي ما قلت لك انتقال من مرحله لمرحله او انتقال من شيء لشيء افضل منه. ده طبعا لو انت شفت الدوله اللي انت فيها دوله متقدمه، لكن لو شفت الدوله اللي انت فيها دوله ناميه او دوله اقل من دولتك فالمنام ده زي ما قلت لكم مش حلو. فبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.